استعرضت آلية المراجعة الدورية الشاملة تابعة لمجلس حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان في تركيا، وقد انتقدت بعض الدول الأعضاء في المجلس أوضاع حقوق الإنسان في تركيا والتدخل التركي في شؤون بعض الدول العربية، كما دعت للضغط من أجل وضع حد لاستخدام الحظر الشامل لفرض قيود على الحق في التجمع السلمي والحريات الصحفية. اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الامتثال للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان تمتع الجميع دون تمييز بكامل حقوق الإنسان واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتعديل القوانين المقيدة لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وتكوين الجمعيات. منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان بدورها انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، واعتبرت أن مراجعة الوضع في تركيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتيح فرصة لاستعراض الملف التركي وحثه على احترام مبادئ حقوق الإنسان. هناك العديد من الملاحظات أوردتها الأمم المتحدة والمقررين والمفوضية حول التدخلات التركية، سواء كان في سوريا والغزو التركي على الأراضي السورية في شمال سوريا، أو ما يحدث الآن في ليبيا والتدخلات في ليبيا. وهناك توصيات قدمت لهم بعدم التدخل وعدم تقديم أي مساعدات عسكرية في ليبيا والتدخل في الشأن الداخلي. وكذلك أيضا هناك تحركات على المستوى الدولي فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت من السلطات التركية على إقليم شمال سوريا. آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان أوصت في الجلسة التفاعلية لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في تركيا السلطات التركية بالالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وكما هو معروف أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة. التدخلات التركية على الدول العربية كانت على رأس أجندة مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.